ابني. ضحك عليا يا عبد العزيز. يا ابني في ايه؟ تعالى شوف بنفسك. غطي البضاعة دي وسلمها وتعالى ورا. الله يخرب بيت امك بالتهمة اللي معاك دي. يا عم انا كنت طالع طالعة عادية زي كل مرة. والله ما اعرفش ان هو سلاح يا عم زكريا. يا نهارك اسود. بقى انت شايل كل البلاوي السودا دي معاك. وماشي زي الحمار ما انتش عارف شايل ايه. كمل رغي وقت اللي عندك. يا عم ده ناس نظيفة وزي الفل. وعرفت الناس دي منين؟ ده أنس. أنس اللي بينزل بضاعة في شارع عبد العزيز. اوبا. دي عصابة. عصابة مش شعابة يا عم عبد العزيز. مين اللي وداك ليه؟ الواد عدنان اللي شغال مع عم منديل. جالك ولا رحت له؟ يا عم ما تفهمنيش غلط، والله عرفته بالصدفة. مفيش حاجة اسمها صدفة. الناس دي بتحفر لنا شعلان. ولا أنت مش مجمع اللي إحنا ماسكينه عليهم؟ مجمع؟ بس أنا قصدي اتفاجئت بأنس ولقيتها مصلحة براني، قلت ناكل فيها عيش بدل الفلس اللي إحنا عايشين فيه ده. ما فتحش معاك أي حوارات؟ الصراحة لا. ما تكذبش يا شعلان. ما تكذبش يا ابني، احنا واكلين عيش وملح مع بعض. افتكرت. جاب سيرتك يا زيزو. ايوه. سألك عليا. قال لك ايه بقى؟ مفيش، سأل عنك وقلت له دي الصحوبيه اللي بينه وبينه بندور على لقمه عيش مع بعض. فقال لي انت فاضي؟ قلت له فاضي. بعدين؟ كمل. الغريبه بقى ان انا كنت بروح محمل وبرجع تاني محمل. بس مش هتفرق معايا، ما انت عارف دماغ اخوك خريطه. دماغك؟ هو حاجه ودتنا في داهيه غير دماغك؟ كمل يا ابو خريطه، كنت مودي السلاح ده فين؟ بص هو كان رايح على سينا. انا مش هعرف اوصف لك، لكن اعرف اوديك. انا معلمه كده بشويه جبال وشويه صخور، ما انت عارف اخوك قراري. وبعدين كنا بناخد البضاعه دي نسلمها لواحد عرباوي، اخش اضرب عنده الخروف ويا دار ما دخلك حمار. والسلاح ده كنت موديه ولا جايبه؟ بص انا كنت بنقلهم المخزن اوديه على هناك، بس انا هارش بقى، الكلام ده جاي من ليبيا. ويقولوا لي بقى ايه؟ لمنتجات غذائيه هنوديها على غزه. يا ابني انت عمال تقول لي سينا وصحراء، ايه اللي دخل ليبيا على الخط؟ يا عم ارض الله واسعه، اودي هنا اجيب من هنا مش هتفرق معايا، وبعدين هي مصلحه وخلاص، وانا في الاول وفي الاخر سواق. انت مش سواقها، مهرب، قول مهرب. احنا لازم نبلغ البوليس ونسلم السلاح ده يا عبد العزيز. لا انت مطارين اللي في دماغك يا صاحبي. احنا هنمسك طرف السناره لحد ما نشوف اخرها في ايد مين. السلاح ده اللي عاوزه يا شعلان. حاضر يا دكتور، تحت امرك. على فكره يا دكتور ادري، الواد شعلان هرب. يعني ايه هرب؟ اتضرب عليه نار في كمين ابو زنيمه، سيب القرود عرف يزوغ منهم في المدقات واختفى، بس الدنيا مقلوبه على العربيه. يبقى مهربش. اتصل برجالتنا في الداخلية يهدوا شوية على الموضوع. الواد لو ما ظهرش في خلال 24 ساعة تغربي عليه الدنيا لغاية ما تجيبه. الواد ده مسؤوليتك انت، عشان انت اللي اتكفلت بيه. الله. ايوه دكتور، فضلتك قلت لي احط تحته خط. تحط تحته خط؟ مش تسحبه معانا للدرجة دي. انا قلت اضرب عصفورين بحجر. ما تنساش فضيلتك، الواد ده كان محبوس مع بشوات كبار قوي، فقلت اجيبه اجربه. قيسته لقيته ابن قرود الحقيقه، يعني قلبه على القرش ومصلحته في اي اتجاه، فقلت اشغله وربنا يبارك لنا. يعني ضاقت بيك الدنيا لما تستعين بمهربين ورد سجون؟ الله. وبعليك كنت عاوزني اجيب مهرب منين؟ عليك شريعه؟ ثم انت جايبني انا اصلا منين؟ واديني شغال مع معاليك من زمان جدا وبقيت اهل ثقه. عمرك ما هتبقى اهل ثقة طول ما انت بعيد عن ربنا. لعلنا يا دكتور ربنا يهدينا ان شاء الله. اخبار الشحنات التانية ايه؟ تمام. الشيخ عودة بلغني ان في شحنة جت واتخزنت خلاص، والشحنة التانية بكرة ان شاء الله. لا، اهدى عليها للاسبوع اللي جاي. حاضر. عينيا. يلا. قتل البضاعة بسرعة. قتل البضاعة بسرعة.
البضاعه بتاعتك. بيقول لك قطع البضاعه بسرعه. خد 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 ورا ورا ورا. خد خد انت تعالى خد 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 تعالى انت هنا. يقول لك روح انت. انتوا الاثنين انتوا الاثنين. انا قلت ايه؟ ايه قلت ايه؟ ايه قلت عتقوا البضاعه. قلت عتقوا البضاعه اللي هي السلاح ده. عتقوا البضاعه يعني عتق انت. عتقوا البضاعه يعني ايه؟ عتقوا البضاعه يعني انتوا الاثنين نزلوا البضاعه. عتقوا البضاعه انتوا الاثنين. طب بتقول كده يا عم؟ بيقول لك عتق البضاعه. يلا يا جدع خش جوه. يا عم ايه هو انت اسرني ولا ايه؟ انت هنا عشان احميك. لو وقعت في ايدهم هيعصروك. زمان الدنيا مقلوب عليك يا شعلان. طب عتق انت. عتق والمكان هنا امن يا صاحبي. ما تخافش احنا هننزل السلاح ونخندقه في اي حته حوالينا لحد ما نمسك طرف الخيط. ودول اللي عتقوا السلاح دول هيجيبوا لنا اعدام زيزو. يا عم مالكش دعوه انت. بس عرفت حط 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 حط. ساكت بقى. ويقول لنا عتق ونقول له عتق. ايه؟ اسمع انا عايزك تصورني مع حته السلاح دي. صورك احلى صوره يا صبر. عايزها كده ولا كده ولا كده ولا ايه؟ يا عم انت مجدود عايز تصور بوشك وتروح في داهيه؟ امال ايه؟ كده؟ استنى مش لاقي التليفون. اطلع بالتليفون. اطلع بالتليفون بدل ما افجرك. بدل ما اصورك افجرك. خد اقف. ده كده مش هينفع. ليه؟ انت هتصور بوسك وتروح في داهيه؟ صح. طب اعمل ايه؟ لف. لا بس كده برضه وحشه. ايه؟ قفاك مش باين يا عم. اهو. ايوه كده حلو. اضحك بقى. ابتسم اهو. لا اضحك. قشط عليك يا صبر يا بزنس. احلى صور. اه صور ده بقى. ما انا اتصورت خلاص. طب انا عايز اتصور يا شبرو. انت دايما كده تحب الحلال لنفسك. تمام شو مكان. بص بقى انا عايزك تصورني وانا بزغرط. عايزك بقى وشك ينور في الصوره. وش يدور؟ خلي السلاح جنب وشك. انت عايز وش يدور؟ خلي السلاح جنب وشك. طب تصدق بقى ان انا هفضي الخزنه دي في بطك؟ ليه؟ عشان عايز تفضحني وتصورني بوشي؟ عكس وشك. خليك بولوفيل. بتعملوا ايه؟ احنا بنعتق. بتعمل ايه انت؟ استنى يا حبيبي. بتعمل ايه؟ مش انت قلت ده؟ بتعمل ايه؟ مش انت قلت عتقه؟ وماسك السلاح ده ليه؟ وانت سايبه ليه؟ يا جدع عيب. انت خلاص كبير. انت بقيت راجل كبير. زيزو ما ينفعش. ايه؟ انت صعب على نفسي. مش كل ما تشوفني تحسسني ان انا كبرت يا اخي. خلاص ما تقعدش تعيط. هات يلا الموبايل بتاعي. دعاه. معاك انت الموبايل. معاك انت كنت بتصور. قلت لك معاك انت. خلاص بس. اه الرسول انا نسيته في جيب اللي هو ده فوق. صورني يلا مع حته السلاح دي كده للذكرى. بوشك؟ امال البضاعه ايه؟ صورته صورته. واجه نفسك يا نجم.